قتلى من ميليشيات الكرامة في تجدد الاشتباكات مع قوة حماية درنا بمحور وسط البلاد. توقف العمل بحقل الشرارة النفطية عقب اختطاف مهندسين من قبل مسلحين. عضو بالمجلس المحلي تورغا يقول إن الأهالي العائدين يعانون من إهمال الحكومة المقترحة. أهلا بكم في العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا. تجددت الاشتباكات بين ميليشيات الكرامة وقوة حماية درنا بمحور وسط البلاد بالمدينة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين عناصر الميليشيات. هذا وأوضح مصدر في المدينة في اتصال مع نبأ أن الاشتباكات تجددت الجمعة في عدد من المحاور، كما تزامنت مع قصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيات على محاور وسط المدينة. استنكر مجلس حكماء وأعيان بلدية جدابية زيارة أفراد من ميليشيات الكرامة وعلى رأسهم محمد مسيط إلى مدينة طرابلس. وأشار البيان الذي تحصلت نبأ على نسخة منه إلى أن استقبال مسيط في طرابلس أمر لا ينبغي لثوار العاصمة أن يرضوا به، مضيفا أن عناصر من ميليشيات الكرامة يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إدخال مشروع الكرامة إلى طرابلس ومدن الغرب الليبي ولتخريبها وتحقيق غايتهم في حكم البلاد على جثث الأبرياء حسب نص البيان. هذا وأظهر مقطع فيديو آخر متداول على موقع التواصل الاجتماعي لأمر الكاتبة 101 التابعة لميليشيات الكرامة محمد بسيط، وهو يقود سيارته بطريق الشط في مدينة طرابلس ويتوعد بما أسماه تحريرها من الميليشيات، وصفا رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ومن معه بالخونة. هذه طريق الشط طرابلس العاصمة، بإذن الله حتتحرر وتنظف. واليوم رانا ما جيناش خونة ولا جيناها عملاء، جيناها نصرة الحق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة قياس الحفتر، وبإذن الله متفائلين خير في حالها والناس الطيبين اللي رينا منهم كل لبس الوفاء والنصر قريب جدا جدا، وبإذن الله حيعود الحق. يعني مسألة وقت، اليوم كم التاريخ؟ 13 يوليو بإذن الله 2018، يوم 13 يوليو 2018 في طرابلس عن طريق الساحلي. اختطفت مجموعة مسلحة أربعة مهندسين من أحد المواقع بحقل الشرارة النفطي صباح السبت. وبحسب مراسل نبأ فإن مسلحين يستقلون سيارتين اقتحموا المحطة 186 واختطفوا ثلاثة مهندسين ليبيين وآخر روماني الجنسية قبل أن يطلق سراح اثنين من الرهائن، ولا يزال مصير الاثنين الآخرين مجهولا. هذا وأغلق العاملون الحقل ودعوا إلى عدم فتحه إلا بعد تأمينه وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين. من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ بحقل شرارة نفطي عقب عملية الاختطاف التي طالت العاملين بالموقع. وأصدرت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة أكاكوس المشغلة للموقع بالحضور للمقر. أكدت المؤسسة تواصلها مع السلطات المختصة لحل الإشكال وضمان سلامة الموظفين، كما لفتت إلى أنها تراقب عن كثب التطورات بالموقع.
أعلنت شركة مليتا للنفط والغاز الجمعة عودة الإنتاج بحقل الفيل النفطي ليبلغ ما بين 50 إلى 70 ألف برميل يوميا. وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية انتهاء أعمال التشغيل في حقل الفيل النفطي عقب رفع حالة القوة القاهرة على صادراته. هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت إعادة فتح الحقل النفطي عقب تسوية خلاف مع الحرس بشأن الأجور والمزايا التي تسببت في الإغلاق. في ذات السياق، من المتوقع أن تبدأ شركة مليتا للنفط والغاز مساء اليوم بحفر بئرين جديدين بالمنصة الرابعة التابعة لحقل البور النفطي. وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية أنها ستبدأ أعمال الحفر فور انتهائها من مرحلة التجهيزات الفنية واللوجستية التي انطلقت الشهر الماضي. وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي لرفع نسبة إنتاج النفط اليومية، وأن كافة دراسات تشير إلى أن عائدات البنزين البئرين الجديدين ستكون وفق المستوى المطلوب والمعد له مسبقا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تواصل إماراتي مع أمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر لشراء النفط لصالح شركات نفطية مقرها الإمارات بطرق غير شرعية. هذا وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن الإمارات تحاول منذ عام 2016 شراء النفط الليبي من الحكومة الموازية بالمنطقة الشرقية، وقد أبرمت نحو 20 عقدا على الأقل مع مؤسسة النفط ببنغازي. أوضحت وول ستريت جورنال أن طائرة استطلاع تابعة للاتحاد الأوروبي اعترضت في مايو الماضي سفينة إماراتية رست بموانئ شرق ليبيا محاولة شحن النفط، إلا أن الطائرة الأوروبية قد أجبرتها على التراجع حسب الصحيفة. ودائما في شرق ليبيا، حيث كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن روسيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا ضمن خطتها للتوسع في قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة في مقال لها الجمعة أن أمير ميليشيات الكرامة خليفة حفتر هو من يقود الجهود لتسريع الوجود العسكري الروسي في ليبيا. وأشارت واشنطن إلى أن الاستخبارات الأمريكية تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الروسية بحثاً عن مؤشرات حول نية موسكو توسيع نفوذها في ليبيا وشمال أفريقيا وفق الصحيفة. حذر وزير الخارجية المفوض في الحكومة المقترحة محمد سيالة من استهداف التنظيمات الإرهابية خطوط أنابيب مياه الشرب التي تغذي مدن الشمال، ما يهدد حياة ملايين المواطنين. سيالة وخلال مشاركته في أعمال اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الخميس المنعقد في بروكسل، أكد أن تنظيم الدولة وجماعات إرهابية أخرى تنشط وسط وجنوب ليبيا. طلب الوزير المجتمع الدولي بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة المقترحة لمكافحة الجماعات الإرهابية المتسللة ضمن أنشطة الهجرة غير النظامية للبلاد. في سياق ذي صلة، أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي أنس ستولنبرغ استجابة الحلف للدعوة الإيطالية بإعادة توازن الحلف بالجناح الجنوبي وتحديد منطقة البحر المتوسط. وذكرت وكالة أكي الإيطالية أن ستولنبرغ أكد قرب الإعلان عن دخول مركز الجنوبي في مرحلة التشغيل الكامل بقاعدة لاغو باتريا بمدينة نابولي. أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعمه إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لضمان وقف النزاع على الشرعية. صالح وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أضاف أن مجلسه سيقوم بكل الاستحقاقات للمرحلة الانتخابية بما فيها اعتماد قانوني الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى عدم وجود نية واضحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لحال الأزمة الراهنة، مؤكدا وجود اتفاق بين المجلسين على تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، إلا أن الأعلى للدولة لم يقر هذا الاتفاق حسب قوله.
قال عضو المجلس المحلي تورغا عبد النبي بعرابة إن أهل تورغا الذين عادوا إلى مدينتهم يعانون من إهمال أجهزة الحكومة المقترحة في تسريع عملية تقديم الخدمات الحياتية التي تمكنهم من الاستقرار. بعرابة وفي اتصال مع النبأ أكد أن مقومات الحياة في المدينة تعد ضعيفة جدا وتحتاج إلى سرعة التدخل لتحسينها لدفع بقية السكان للعودة في أقصر وقت ممكن. وأشار إلى أن اللجنة التي شكلتها الحكومة المقترحة لتقييم المباني في المدينة لم تباشر عملها حتى الآن، فيما اختفت زيارات المسؤولين في مختلف القطاعات، وهو أمر مقلق لسكان المدينة. من جهتي، قال نائب رئيس المجلس المحلي تورغا سالم عميش إن مخيمات أهالي تورغا ستظل قائمة إلى حين وفاء الحكومة المقترحة بالتزاماتها. وأكد عميش في بيان صحفي ضعف لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة وتورغا وعدم إطلاعها الحكومة المقترحة على آخر المستجدات بشأن أوضاع أهالي تورغا حسب قوله. حمل عميش المجلس الرئاسي مسؤولية ما وصفه بعدم الجدية في توفير أبسط الخدمات لأهالي المدينة. وإلى ملف الهجرة، حيث كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن غرق أكثر من 600 شخص بينهم أطفال أثناء محاولتهم عبور المتوسط خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة. وأرجعت المنظمة في تقرير نشر على موقع الرسمي الجمعة ارتفاع عدد الضحايا إلى تضييق الحكومة الإيطالية على سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية. هذا وأنقذت دورية لحراسة سواحل ليبي أكثر من 100 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي شرق طرابلس أمس الخميس. قال ناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم في بيان تحصلت النبع على نسخة منه أن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية بينهم 13 امرأة. وأشار قاسم إلى نقل المهاجرين لقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة بمركز إيواء طرابلس طريق السكة. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية بمختلف مدن ليبيا ومناطقها. أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة من جديد. أهلا بكم. نفى مصدر مطلع اغتيال العميد بسلاح الجو خيري فتح رتامي مؤكدا أن الأخير انتحر بفناء مسجد بالنابي بالعاصمة طرابلس. وأوضح المصدر في تصريح للنبأ أنهم خرجوا فور انتهاء صلاة الفجر من المسجد إلى فنائه بعد سماعهم لإطلاق نار، يجد العميد رتامي ملقا على الأرض مصابا بطلقة رصاص في رأسه. ورجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انتحار رتامي بسبب ضغوطات اجتماعية بحسب قوله. أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار أنها كسبت قضيتين ضد شركة كابيتال اف ام وكاتاليست. قالت المحفظة التابعة لمؤسسة الاستثمار الخارجي في بيان لها إن القضية الأولى ضد كابيتال اف ام تتعلق بعمليات احتيال وفساد مالي لرئيسها التنفيذي السابق، بين رفضت المحكمة استئناف شركة كاتاليست وثبتت الحكم السابق والذي يصب في صالح المحفظة حسب البيان. تعهدت إيطاليا بتقديم مساهمة مالية بقيمة 500,000 يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لدعم جهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في البلاد. وذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن هذه المساهمة الإيطالية ستخصص لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والشباب والنساء في دعم جهود المصالحة من خلال سلسلة من الأنشطة. وأشارت إلى أن برنامج مشروع تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا المنفذ من البعثة والبرنامج الإنمائي
يهدف إلى مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الآخرين في الجهود الرامية إلى تعزيز رؤية شاملة للمصالحة الوطنية. بحثت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المعنية بنزع الألغام مع مفوضية المجتمع المدني في مدينة بنغازي، بحثت إجراءات نزع الألغام ومخلفات الحروب بالمدينة. وأعلنت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على توريد أجهزة إلى بنغازي وتدريب على كيفية نزع الألغام. هذا وكان فريق من دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام ومكتبها للشؤون الإنسانية قد وصل إلى مدينة بنغازي لمناقشة أضرار الألغام وخطورتها على المواطنين في المدينة. احتضنت العاصمة التونسية الجمعة ندوة دولية حول الأزمة الليبية، شارك فيها أكاديميون وخبراء من ليبيا، تونس وفرنسا. مراسلنا من تونس حضر فعاليات الندوة وأعاد بالتقرير التالي. سكان دورها بالأساس يعني في مدينة طرابلس. ليبيا اليوم، المجتمع والسياسة والمجال، هو عنوان ندوة دولية نظمها معهد البحوث المغاربية الجمعة بالعاصمة التونسية، وأثثها باحثون وأساتذة جامعيون من تونس وليبيا وفرنسا. المشاركون في الندوة قدموا تشخيصا واقعيا لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والسياسية من انسداد في ليبيا. الخبراء أبرزوا أن ظاهرة الهجرة والنزوح أضرت بليبيا، وأن الحكومة المقترحة أظهرت عجزا في التعامل مع مجريات الأحداث ولم تجد الحلول الكفيلة للحد منها. السلطات دور مغيب للسلطات الليبية بكافة مستوياتها. أنا اتصلت بكافة المؤسسات اللي من ضمنهم مجلس الوزراء، أو اتصلت بوزارة الشؤون الاجتماعية، أو كي عندها إحصائيات وتعمل في إحصائيات بالتعاون مع شركاء محليين أو بالتعاون مع فروع تابعة لها. إنما إلى اليوم لم تقم دراسة اجتماعية لهذه المخيمات للنازحين. ويرى محللون من المشاركين في النقاش أن الأزمة الليبية تحتاج اليوم إلى استنساخ للتجربة التونسية في التوافق بين الأطراف المتصارعة، إذ من الممكن أن يتفق الفرقاء الليبيون من أجل المصلحة العامة للبلاد. ليبيا لابد لها من وفاق، لابد لها من وفاق تاريخي بين الأطراف المتصارعة من أجل خدمة المصلحة العامة والاتفاق على المصلحة العليا لليبيا. وهذه التجربة جربت في تونس، هذه الصيغة جربت في تونس وأعطت ثمارا كما نعرف جميعا بين 2013 و2014. الندوة لم تخلو من التعرض لنجاحات ثورة فبراير 2011، إلا أن التدخل الإقليمي والدولي في المشهد الليبي مثل هاجسا بالنسبة إلى الأكاديميين والباحثين المشاركين فيها. انطلقت السبت امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري في كافة المدارس العامة والخاصة التابعة لإشراف الحكومة المقترحة. وأوضحت وزارة التعليم المقترحة أنها أعدت الترتيبات اللازمة لاستقبال 58 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة بإشراف أكثر من 5000 ملاحظ بينهم لجان مراقبة وخدمة. الأولى، وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد فيها الامتحانات على مدرجات الكليات الجامعية والمعاهد العليا. طالبت مديرية إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ناهد المكي بسحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية وردت بشأنها تحذيرات دولية من أكثر من 20 دولة أوروبية. وبحسب صفحة وزارة الصحة عبر فيسبوك الجمعة، فإن هذه المستحضرات المتداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية تحتوي على مادة الفالستارن التي قد تكون مادة مسرطنة وفق الوزارة. وأكدت المكي على ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف مرضى ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني من استعماله. وزع الهلال الأحمر الليبي بطبرق مساعدات إنسانية على الأسر النازحة من مدينة درعا. وأعلن الهلال الأحمر على صفحته عبر فيسبوك أن توزيع المساعدات شمل الأسر المسجلة لديه في فرع طبرق، مضيفا أن المساعدات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي.
عقدت اللجنة التأسيسية للمعرض فزان للتمور بوادي عتبة اجتماعا تحضيريا لمناقشة آلية إقامة الدورة الثالثة للمعرض. وتشارك في المعرض الذي ستحتضنه بلدية بنت بي هذا العام مناطق وادي الشاطي وسبها ووادي الأجال وغات والقطر. وقال رئيس اللجنة التحضيرية علي أبو بكر يوسف في تصريح للنبأ أن المعرض يهدف لتعزيز الاهتمام بالنخيل والموروث الثقافي الليبي. استعدادا لانطلاق الدورة الثالثة لمعرض فزان التمور في بلدية بنت بي، الهدف من الحضور هنا توضيح الفكرة التي سيقام عليها معرض فزان التمور، والهدف الأساسي من إقامة معرض فزان التمور هدفنا اللي هي تنمية القدرات، الاهتمام بشجرة النخيل. هي واحة نخيل سكانها 25,000 نسمة، ويقال لها مدينة القوافل لمحطتها الرئيسية من الزمن البعيد، وتعد من أشهر المدن على خط التجارة بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ولها علاقة تاريخية مزدهرة في التجارة، لقبت بلؤلؤة الصحراء. اليوم وجهتنا السياحية إلى مدينة غدامس فلنتابع. جنة وسط الصحراء يأتيها القاصي والداني ليستمتع بعبق التاريخ والتراث والحضارة الممتدة منذ آلاف السنين، كيف لا وهي الملقبة بلؤلؤة الصحراء. هي مدينة غدامس القديمة التي صنفتها منظمة اليونسكو مدينة تاريخية عام 1986. يبلغ عدد سكان البلدة حوالي 10,000 نسمة، معظمهم من الأمازيغ، يعيشون في بيوت من الطين وخشب النخيل ملتصقة فيما بينها مثل خلايا النحل. البيوت لها بنية نموذجية إذ تأتي بشكل عمودي، يستخدم الطابق الأرضي لتخزين المواد الأساسية والطابق الأول لسكن العائلة، ويخصص السطح المفتوح للنساء إذ تسمح الممرات التي تربط أسطح البيوت ببعضها بتنقل النساء بكل حرية وتحجبها عن أنظار الرجال. غدامس هي بلدة قديمة يعود تاريخها للعصر الروماني، إذ وجدت منحوتات ونقوش حجرية تدل على وجود حياة في هذه المنطقة منذ 10,000 سنة. احتلها القرطاجيون عام 795 قبل الميلاد، ومن ثم الرومان عام 19 قبل الميلاد. عين الفرس لهذا الاسم دلالات ومعاني وكنايات واضحة، وهي من أهم مميزات المدينة. يرجع تاريخها إلى 4,000 سنة تقريبا، وهي عين طبيعية قديمة تدفق منها المياه تلقائيا منذ عمر المدينة القديم. واليوم هي مدينة صغيرة تقع بالقرب من بستان النخيل، تميزها عن باقي الواحات المباني التاريخية القديمة التي عايشت فترة الهيمنة الرومانية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني nabaa.tv وأيضا عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة.